بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي، المنهج السعودي، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم من أكاديمية قلم للتعليم والتدريب. ما زلنا شغالين في الفصل الأول، الجبر، الأنماط العددية والدوال، والنهاردة إن شاء الله ناخد الدرس السابع. الدرس السابع بيتحدث عن خطة حل المسألة. فكرة الدرس أحل المسائل باستعمال خطة التخمين والتحقق. حل المسألة أو خطة حل المسألة بيقصد بها اللي هي الخطوات الأربع لحل المسألة. وقلنا هي الخطوات الأربع، الخطوة الأولى اللي بنسميها أفهمه، وقلنا دي بطلع منها ايه، بطلع منها المعطيات وبطلع المطلوب مني في المسألة. الخطوة الثانية أخططه، وهنا بختار الخطة المناسبة للحل. يبقى انا بختار الايه، زي مثلا اللي في الدرس ده هنختار خطة التخمين والتحقق، يبقى انا دايما بختار الخطة المناسبة للمسألة اللي قدامي. الخطوة الثالثة احل، ودي اللي هي خطوات الحل بيتم تنفيذها في هذه الخطوة. بعد كده أتحقق، بمعنى أتحقق من الحل بتاعي هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو منطقي أو غير منطقي. لو غير صحيح أبدأ أشوف إيه، أبدأ أشوف طرق أخرى للحل. خلينا نبدأ كده على بركة الله. السؤال الأول، هدى بتقول إيه؟ حصلت على مبلغ 70 ريالا من أقربائي يوم العيد، وكان مجموع ما معي 9 أوراق نقدية من فئتي 5 ريالات و10 ريالات. يبقى هي معها فئتين 5 ريالات و10 ريالات، مجموعهم كلهم كام؟ 70 ريال. بل مهمتك استعمل التخمين والتحقق لمعرفة عدد الأوراق النقدية التي حصلت عليها هدى من كلا أو من كل من الفئتين. يبقى أنا أول خطوة عندي أفهم، بنقول إيه المعطيات في المسألة، أنها حصلت على 70 ريالا. يعني إحنا مش ضروري نكتب موضوع التعبير دي، دي نقول إيه، مع هدى 70 ريال، خلاص. من الفئات هتقول له من الفئات، الفئات اللي معها كام؟ 5 ريالات و10 ريالات. عدد الأوراق هيساوي كام؟ هيساوي 9 أوراق. يبقى عدد الأوراق النقدية 9 أوراق. طيب المطلوب، ما عدد الأوراق التي مع هدى من كل فئة؟ يبقى ده المطلوب. خطط بأنه هنستعمل، تقول له نستعمل خطة التخمين والتحقق. نستعمل خطة التخمين والتحقق. عشان دايما استخدم خطة التخمين والتحقق بعمل جدول. الجدول الاولاني احط الفئة الاولى اللي هي 5 ريالات، والفئة الثانية 10 ريالات، والمجموع الكلي. وابدأ اخمن بقى، احط 3 من فئة 5 ريالات يديني كام؟ يديني 15، وزدت من فئة 10 ريالات يديني 60، 60 و15 يديني 75. طب انا معايا 70، يبقى اقلل شوية، اقلل من اي فئة؟ مثلا على سبيل المثال اقلل من فئة 10 ريال، اخليها 4. قللت من هنا يبقى هتزيد هنا، لان عدد الاوراق ثابت 9، يبقى هنا 4 وهنا 5. 5 في كام؟ 5 في 5 ب 25، و4 في 10 يديني كام؟ 40. يبقى يديني 65 ريال اقل. يبقى انا احتاج ان انا ازود شويه، يبقى ازود هنا واقلل من هنا، 5 و4 وابدل يعني. يبقى 5 و4، 4 في 5 ب 20، و5 في 10 ب 50 هيديني كام؟ هيديني 70 ريال. يبقى هي معاها كام؟ معاها 4 أوراق نقديه من فئه ال 5 ريالات، ومعها 5 أوراق نقديه من فئه ال 50 ريالا. اتحقق ازاي؟ 4 زائد 5 يديني 9، و20 زائد 50 يديني 70 ريالا. التسعة دي اللي هي عدد الأوراق، والسبعين اللي هي مجموع قيمة الأوراق.
يبقى أنا دايما بشتغل بقى في خطة التخمين والتحقق بهذه الطريقة. خلينا ناخد مثال ونحلها بخطة التخمين والتحقق. بيقول لي اشرح متى تستعمل خطة التخمين والتحقق لحل المسألة. دائما تقول له كده تستعمل بشكل كبير عندما نتعامل مع الدوال أو المعادلات. يعني مثلا عندي س زائد ص زائد ع مجموعهم مثلا على سبيل المثال 70، فأنا بقعد أخمن بقى أحط دي 3 10 20 وأشوف أحط دي. يبقى دايما دايما بيكون عندي في طرف معادلة وطرف مبلغ معين أو قيمة معينة، وأبدأ أخمن على أساس هذه القيمة وهذا العدد. يبقى أن تستعمل بشكل كبير عندما نتعامل مع الدوال أو المعادلات. طيب بقول لي اكتب مسألة يمكن حلها باستعمال خطة التخمين والتحقق، ثم اكتب الخطوات التي تنفذها لحل المسألة. مثلا نكتب برضو أوراق نقدية مع أحمد على سبيل المثال 4 أوراق نقدية من الفئات 50 ريالا وعشر ريال وفئة الريال مجموعهم 62 ريالا، كم عدد الأوراق من كل فئة؟ ايه عدد الاوراق من كل فئة؟ انا عايز احل، يبقى انا احط ايه عدد الاوراق. يبقى عندي 50 ريال وهنا 10 ريال وهنا 1 ريال وهنا المجموع. هنحط واحد من الخمسين، واحد في 50 هيساوي 50، مثلا هنحط واحد في 10 هيساوي 10. هنا كام؟ 60. انا عايز 62، يبقى 2 في 1 يساوي 2، يبقى المجموع 62 ريالا. يبقى انا 1 و1 2 و2 4، يبقى العدد 4 فعلا. يبقى قدرت احل المسألة باستخدام خطة التخمين والتحقق. خطة التخمين والتحقق ممكن تخمينك يصادف من اول مرة يكون ايه؟ يكون صحيح. طيب ناخد مثال آخر. بقول لي تبيع مكتبة كتبا مستعملة في رزم من 5 كتب وكتبا جديدة في رزم من 3 كتب. إذا اشترى مشعل 16 كتابا، يبقى عدد الكتب 16، فما عدد الرزم التي اشتراها من الكتب المستعملة والكتب الجديدة؟ خلاص احنا بقى نحل، اتعودنا احنا على المعطيات والمطلوب وخطط. خطط دايما هتقول نستعمله خطة التخمين والتحقق، نحل ونتحقق على طول. خلاص يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل الجدول بتاعي. يبقى هتقول له رزم 5 كتب ورزم 3 كتب اللي هي الجديدة وهنا المجموع، عدد الكتب 16. فأنا لو قلت مثلا 3 رزم هنا، يبقى 3 في 5 يساوي 15. معايا كده؟ مش هينفع 3 لأنه 15، ويبقى مش هيشتري حاجة من هذه الكتب، وحتى لو حطيت واحد رزمة مش هينفع. خلاص يبقى أنا أقول 2، يبقى 2 في 5 بكام؟ 2 في 5 ب10، يبقى باقي 6 هنا، يعني 2 في 3 يساوي 6، يبقى المجموع 16. يبقى تقول له ايه؟ اشترى 2 من الرزم 5 كتب و2 من الرزم 3 كتب. التحقق بقى، يبقى هتقول له 2 في 5، يعني 2 في 5 ب10، يبقى 2 في 5 زائد 2 في 3 هيساوي كام؟ 2 في 5 ب10 زائد 6 هيساوي 16 كتابا، وعدد الايه؟ وعدد الرزم 2 و2 4. واضحة دي كده؟ خلينا ناخد مثال آخر. بيقول لي حصل صالح على 18 درجة
في اختبار العلوم، فإذا كان الاختبار يتكون من 6 مسائل لكل منها درجتان ومسألتين لكل منهما 4 درجات، فما عدد المسائل التي حل صالح بصورة صحيحة من كل نوع؟ يبقى نستعمل خطة التخمين والتحقق. يبقى أنا عندي النوع الأول، النوع الأول، وآدي النوع الثاني، وهنا المجموع. النوع الأولاني اللي هو يتكون من إيه؟ من 6 مسائل، 6 مجموعهم 6، والدرجة بتاعتهم 2 درجة. والنوع الثاني يتكون من 2 مسألة والدرجة بتاعتهم 4 درجات. هو عايز عدد الأسئلة بحيث أن ياخد كم درجة؟ 18 درجة. فأنا دايما بيبقى عندي عيني على إيه؟ على عدد الأسئلة ما زدش عليها، وهنا عدد الأسئلة ما زدش عليها، يبقى 2. خلينا ناخد الاتنين، يبقى 2 في 4 يساوي 8، 8 درجات حصل عليها. من النوع الثاني يبقى أنا عايز كم من؟ يا ولد عايز 5، يبقى 5 في 2 يساوي 10، المجموعة يساوي كام؟ هيساوي 18. طبعا مش لازم أخمن أكتر من مرة، لو أنا المسألة أقدر أجيبها من أول مرة يبقى ممتاز جدا. يبقى التحقق هتقول له كام؟ 5 في 2 بيساوي 10، 5 في 2 زائد 2 في 4 هيساوي 10 زائد 8 يساوي 18، ايه؟ 18 درجة، وهي المطلوبة اللي حصل عليها صالح. طيب ناخد مثال آخر، قول لي يفكر أحمد في 4 أعداد من 1 إلى 9، مجموعها 18، أوجد هذه الأعداد. يبقى أنا عايز 4 أعداد. خلينا ناخد العدد الأول، أدي العدد الأول أول، وأدي العدد الثاني، وأدي الثالث، 4 أعداد، وأدي الرابع، وأدي المجموع. أحل إزاي؟ أقعد أخمن؟ لا، طب أنا عندي 18 دي، 18 دي بتساوي كام؟ 9 زائد 9. طيب ما 9 دي ممكن أقسمها لعددين تانيين مجموعهم 9، 3 زائد 6، وهنا كام؟ 4 زائد 5. خلاص، يبقى العدد الأولاني إيه؟ 3، والعدد التاني 6، والعدد التالت 4، والعدد الرابع 5، مجموعهم كام؟ مجموعهم هيكونوا 18. واضحة كده؟ يبقى أنا بجيب هو إيه اللي مجموعهم 18، طب ما أقسم ال 18 ديت لأعداد، وأبدأ أقسم الأعداد لأعداد أخرى بحيث إن يديني الإيه؟ يديني 4 أعداد، مش شرط متتالي 4 أعداد بين 1 و9. يبقى التحقق هتقول له 3 زائد 6 زائد 4 زائد 5 يساوي كام؟ يساوي 18. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي يوجد في محفظة سلمان 220 ريالا في صورة أوراق نقدية عددها 20 من الفئات التالية: 1 ريال، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريال. فما عدد الأوراق النقدية الموجودة في محفظة سلمان من كل فئة من تلك الفئات؟ خلاص خطط، هتقول له نستعمل خطة التخمين والتحقق. الفئات اللي عندي 50 ريال، 10 ريال، 5 ريال، 1 ريال، وهنا المجموع. المجموع المفروض يدينا 220 ريال. ملاحظ ان ال 220 تبدأ بصفر، يبقى انا محتاج ان الاعداد كلها تبدأ بصفر. فاللي ممكن يخليني اللي ما يبدأش دي، ده هيبدأ بصفر وده هيبدأ بصفر اجباري، لو ضربتها في اي عدد هيديني صفر في البداية. يبقى اللي ممكن ما يخليني الصفر 5 و1 ريال. معايا؟ يبقى انا عايز مثلا ممكن اخلي دي 10، 10 في 1 هيديني 10، وممكن اخلي دي كام؟ 4 مثلا، يبقى 4 في 5 يساوي 20. هنا 4 و10 14 من 20، يبقى باقي 6. هنخلي مثلا هنا 2 في 50 يديني 100، و4 في 10 يساوي 40. ده أول تخمين، وأبدأ أغير بقى كده. 20، 2 و4 6، 10، 20، مظبوط. اجماليهم كام؟ 140 160 170. لسه بدري خالص، يعني قليل قوي. طيب خلاص، يبقى انا بلاش دي 10، ممكن اخليه، يبقى انا محتاج اخلي دي 5 ودي تبدا ب5، يبقى دي تبدا ب5 ودي تبدا ب5. طيب لو انا خليت دي 5، يبقى 5 في 1 هيساوي 5، نقصت 5 هنا، وخلينا ايه؟ نزود في العشرات لان كبير الباقي، يبقى نزود في العشرات، هنخلي الاثنين كما هي 50، لان لو زودناها تبقى كبيره قوي. يبقى انا هلعب في دول،
أربعة هنا خمسة واتنين سبعة، محتاج مثلا دي أربعة، طيب أنا عايزها خمسة، خلينا نبدأ بتلاتة، يبقى تلاتة في خمسة بكام؟ بخمستاشر. خمسة وتلاتة تمانية واتنين عشرة، يبقى دي عشرة، عشرة في عشرة يساوي كام؟ يساوي مية. طيب هنا مية، ميتين وعشرين، يبقى ميتين وعشرين، مظبوط. يبقى ايه؟ يبقى انا عندي اتنين من فئة 50 ريال، وعشرة من فئة 10 ريالات، وتلاتة من فئة 5 ريالات، وخمسة من فئة الريال. لو جمعت خلاص هتقول له بقى 2 في 50 زائد 10 في 10 زائد 3 في 5 زائد 5 في 1 هيديني الإجمالي كام؟ 220 ريالا. طيب ناخد مثال آخر، بيقول إذا كان المريخ يدور حول الشمس بسرعة 24 كيلو مترا في الثانية، فما المسافة التي يقطعها في يوم واحد؟ يبقى هنا إيه؟ مش محتاجة بقى أحل على طول، يبقى المسافة التي يقطعها في يوم واحد هتساوي 24 كيلو، ده في الثانية. طيب لو أنا ضربت في 60 كده أصبحت في الدقيقة، لأن الدقيقة 60 ثانية. طيب والساعة 60 دقيقة، يبقى أنا هضرب كده أصبحت ساعات. طيب هضرب تاني، اليوم فيه 24 ساعة، يبقى هضرب في 24 هيديني ايه؟ هيديني في اليوم الواحد، وممكن استخدم لها الآلة واجيبها واجيب القيمة. يبقى 24 في 60 في 60 في 24 هيساوي كام؟ هيساوي العدد ده تكتبه زي ما يطلع بقى. يبقى ده ايه؟ ده سرعة دوران المريخ حول الشمس في يوم واحد. واضحة ديت؟ محتاجة الآلة بشكل كبير. طيب ناخد مثال آخر، بيقول لي أوجد عددين أوليين مجموعهما 30، نفس اللي احنا استخدمناه قبل كده. 30 ممكن أعملها كام؟ 15 زائد 15، ولكن الخمستاشرات دي مش أولية، فأنا عايز أعداد فردية، دي فردية ولكن الخمستاشر مش أولية، لأنه يبقى الاسم على 5 ويبقى الاسم على 3، فأنا ممكن أخلي الخمستاشر دي 17، يبقى أنا زدت هنا 2 أنقص 2 هنا يديني كام؟ 13. يبقى العددان هما 17 و13، وهما أوليان ومجموعهما 30 درجة. بيقول لي ارسم الشكل التالي في النمط أدناه. هنا بيقول لي لو الرقم 1 فردي أول، المثلث على اليمين، الرقم 2 المثلث على اليسار الزوجي، الرقم 3 فردي المثلث على اليمين، الرقم 4 زوجي المثلث على اليسار، الرقم 5 ده فردي ولا زوجي؟ 5 فردي، يبقى المثلث على اليمين، يبقى المثلث هنا والمربع هنا. طيب لو 6 هيعكس بقى، لو 6 المثلث أول 6 دي، لأن 6 دي زوجي، يبقى المثلث هنا والمربع هنا. 7 يبقى أعد ديت، 8 يبقى أعد ديت، وهكذا. بيقول لي استعمل الإشارات المناسبة مما يلي: زائد وناقص وضرب وقسمة، والتي تجعل الجملة الرياضية الآتية صحيحة على أن تستعمل الإشارة مرة واحدة فقط. لازم تخلي بالك من ترتيب العمليات. ممكن استخدم هنا عملية قسمة، خلينا نخمن كده، احنا طبعا نستخدم التخمين والتحكم، هنستخدم هنا عملية قسمة، وخلينا نستخدم هنا عملية ضرب، وهنا عملية جمع، ونشوف الضرب الأول يبقى يدينا 12، والقسمة بعد كده يديني 6، ومجموعهم كام؟ هيساوي 18. يبقى هنا عملية ضرب، وهنا عملية جمع، وهنا عملية القسمة. طيب ناخد مثال آخر، بيقول لي الجدول الآتي يبين مواعيد رحلات بعض الحافلات، إذا استمر هذا النمط فما موعد وصول الحافلة 6 ومغادرتها؟ يبقى أنا عندي وقت وصول وعندي وقت مغادرة، عايز نمط وقت الوصول ونمط وقت المغادرة. خلينا نطرح كده، يبقى كام؟ 42، يبقى 9 و12، 9 و12 ناقص 8 و42، 12، يبقى انا هستلف من هنا 60، يعني هيدينا كام؟ 72، 72، 2 من 2 0، و7 من 4 يبقى موجب 30، يبقى هنا ديت موجب 30. طيب خلينا نشوف، يبقى 9 و42 ناقص
تسعة واتناشر، نطرح كده اتنين من اتنين صفر واربعة من واحد يبقى موجب تلاتين ايضا، يبقى تلاتين. وهنا 52 2 من 2 0 30 ايضا يبقى موجب 30، وهنا يبقى موجب 30، وهنا يبقى موجب 30. يبقى ال 10 و12 ازود عليها 30، يبقى هنا 30 هيدينا كام؟ هيدينا 10 و42، هتلاقيها اللي فوق ديت. بعد كده هتبقى كام؟ 10 و42 بقت 11 وكام؟ و12. طيب هنا ازود 30 هيبقى 52، 10 و52، بعد كده يبقى 11 وكام؟ 11 و22. خلاص يبقى دي الحافله الخامسه ودي الحافله السادسه. ده وقت الوصول وده وقت المغادره، ده وقت الوصول وده وقت المغادره. بيقول لي الجدول الاتي يبين اسماء بعض جبال نجد وارتفاعاتها، كم يزيد ارتفاع جبل حضن على جبل سلمى؟ يبقى حضن هو اللي بيزيد، يبقى حضن هو الاكبر، يبقى نستعمل ايه؟ هتقول له نستعمل الطرح او نستعمل العمليات الحسابيه. يبقى مقدار، هتقول له مقدار الزياده هيساوي ارتفاع جبل حضن 1647 ناقص سلمى 1200. نطرح 7 ناقص 0 7، 4 ناقص 0 4، 6 ناقص 2 4، وال1 ناقص 1 0، يبقى 447 اي و40 مترا. التحقق هتقول له 447 زائد 1200 المفروض هيديني كام؟ هيديني 1647 اللي هو ارتفاع جبل حضن او حضن. طيب ناخد مثال اخر، بيقول لي يوفر محمد لشراء جهاز حاسوب ثمنه 2250 ريالا، فاذا كان لدي الان 1900 ريال ويوفر 70 ريالا كل شهر، يبقى كل شهر يوفر 70 ريال، فبعد كم شهر من الان يكون لدي المال الكافي لشراء الجهاز؟ انا عندي هو معاه 1900، اطرحه من المبلغ الاصلي اللي هو ثمن الحاسوب، يبقى الباقي للشراء، يعني الباقي من المبلغ هيساوي كام؟ 2250 ناقص 1900. نطرح 0 من 0 0، 5 من 0 5، 2 من 9 ما ينفعش استلف 1، يبقى هنا 12 من 9 3، و1 من 1 0، يبقى 350 ريالا. يبقى انا محتاج اجمع 350، هو بيوفر 70 في الشهر، يبقى الشهر الاول هيعمل 70. طيب الشهر الثاني هيعمل 140، الشهر الثالث 7 في 3 يعني كام؟ 21 210، الشهر الرابع 70 هيبقى 280، الشهر الخامس هيبقى كام؟ هيبقى 350، يبقى يحتاج، هتقول له يحتاج إلى إيه؟ إلى 5 أشهر لتجميع المبلغ المطلوب لشراء الحاسوب. خلاص في تحقق، هتقول له الايه؟ الاجابه منطقيه، دايما في الانماط تقول له الاجابه منطقيه. خلاص كده يبقى احنا كده بفضل الله انهينا الدرس السابع، درس معلش طويل شويه وبيبقى يعني محتاج منك شويه مجهود شويه، ولكن في النهايه يعني بيصب في مصلحتك ان انت تتعلم طرق لطرق الحل. اتمنى تكون فهمت معايا الدرس وحليت معايا المسائل. نحن في أكاديمية قلم للتعليم والتدريب، لدينا منصة متكاملة على الإنترنت بنضع فيها المناهج فيديوهات ومذكرات، وتستطيع التواصل معايا من خلال المنصة. أنا على اليوتيوب بضع فيديو شرح الدرس فقط، إنما على المنصة بيكون في فيديو شرح الدرس، فيديو تمارين أو حل تمارين على الدرس، فيديو حل اختبار منتصف الفصل، وفيديو حل اختبار نهاية الفصل، وفيديو حل الاختبار التراكمي، وفيديوهات مراجعة نهائية اختبارات كاملة، بحيث ان شاء الله تدخل تقفل الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى. المذكرات اللي انا بشرح منها مذكرات معمولة باحترافية شديدة، ان شاء الله بحطها مع كل درس مذكرة خاصة بالشرح الدرس، ومذكرة خاصة بالتمارين فاضية، بحيث ان انت تقدر تحل فيها بشكل مريح وتتابع معايا الفيديو. انا بطلع لايف كل اسبوع وكل اسبوعين اقابلكم واستمع لاسئلتكم واديكم شويه نصائح، ونحل اي اسئله ضخمه جدا، وخاصه قبل ايه؟ قبل الاختبارات النصفيه، الاختبارات النهائيه. الاشتراك في المنصه اشتراك ان شاء الله رمزي وهيكون مناسب للجميع. اسعد
هسيب لك تفاصيل المنصة ولينكات التواصل الاجتماعي، بحيث ان هسيب لك نماذج من المذكرات وتقدر تتواصل معايا من خلالها في اسفل في اسفل الفيديو. اتمنى لكم التوفيق والتفوق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.